نقاش الظهيرة الأخبارية. كما أشرت قبل الفاصل، أصال الحفل التاريخي للألغاب المتوسطية يوم أمس وليلة أمس بولاية وهران أصال خبر الكثير من الصحف الغربية والدولية ناطقة باللغة العربية أو بالأجنبية، كذلك أهم وأبرز المواقع الإخبارية العالمية أصال الكثير من الخبر، وكانت العناوين حفل مبهر، حفل التاريخي، حضور مميز من قبل قادة أو وفود دبلوماسية. إذن هذه العناوين كانت بارزة اليوم كما أشرت من خلال الصحف الغربية والدولية وحتى العالمية، ما يثبت أن الحفل فعلا كان في المستوى العالي أو ذا مستوى عالي، ونجاح الجزائر في تنظيمه. معنا عبر الهاتف للحديث أكثر عن ردود الفعل الدكتور إبراهيم الخليل بن غزة، أستاذ جامعي باحث في قضايا الأغلام. مرحبا بكم دكتور. مرحبا بك، شكرا جزيلا أخت نسيبة ولكل مستمعي ومشاهدي قناة الشروق. نعم، وعبر سكايب معنا سعيد بن رقية رئيس الاتحاد العام للجالية الجزائرية. مرحبا بكم أستاذ بن رقية. أهلا وسهلا بك، تحية طيبة لكم ولكل الطيبين من داخل أرضنا الوطن الحبيب ومن خارج الوطن. نعم. من جهة الجزائر المقيمة بالمهجر. نعم، ابقى معنا أستاذ بن رقية. أعود لك دكتور إبراهيم بن غزة، كيف تابعتم أنتم كأعلاميين ردود الفعل صبيحة اليوم عن الحفل الذي أطلقت عليها العديد من الصفات، حفل مبهر، حفل تاريخي وأيضا مميز من قبل وسائل أعلام غربية ودولية وحتى عالمية؟ نعم أستاذة، في الحقيقة يعني لا يسعنا بداية سوى أن نهنئ أنفسنا والشعب الجزائري ككل، يعني نعم. شعبا وحكومة يعني على هذا الإنجاز. نعم. صح التعبير. على ضوء متابعتنا لردود أفعال الصحافة الدولية يعني سواء الإقليمية أو الدولية التي تابعت الحدث الرياضي المتوسطي الذي جرى طبعا بالجزائر في مدينة وهران الباهية، نعم، وقفنا بجلاء صراحة يعني على تغطية إعلامية أولا مكثفة يعني من خلال اهتمام بالغ بهذا الحدث، نعم، وثانيا كانت إيجابية ومثمنة يعني من خلال انبهار وإعجاب أغلب المؤسسات الإعلامية يعني بما قدمته الجزائر في حفل يوم أمس، نعم، إطراء صراحة كبير، ثناء كذلك على التنظيم، على الافتتاح الرائع الراقي، على الترحيب كذلك بضيوفنا الأعزاء يعني الوفود الرياضية والجماهير كذلك اللي جات يعني من مختلف الدول المتوسطية. نعم. الراحة التي وجدها كل هؤلاء يعني كل من زار ولاية وهران سواء يعني كمدينة جميلة يعني تتوفر طبيعة الحال يعني هذا يعلمه العام والخاص يعني على كل المرافق الراحة والاستجمام، أو كقرية أولمبية رياضية بمواصفاتها عالمية. نعم. عالمية صراحة يعني توفر على كل شروط الرياضة، كل شروط مريحة للرياضيين لوجستيكيا تنظيميا ما إلى غير ذلك. نعم. فيعني الصحافة الدولية تابعت هذا الحدث خاصة يوم أمس واليوم يعني الصحف سواء المطبوعة أو الإلكترونية مثلا يعني من دور الصحف يعني تطرقت بإسهاب إلى الحدث. نعم. منها مثلا يعني الصحافة الإلكترونية على المستوى العربي في دول المشرق مثلا في دول الخليج. صحيح. شفنا مثلا صحيفة العين الإماراتية يعني هي صحيفة معروفة أثنت يعني وصفت الجزائر البارحة بالشعلة المضيئة يعني تكلمت كثيرا على انبهارها بالألعاب النارية التي زينت المكان، زينت الحدث، زينت الباهية وهران. نعم. كذلك لاحظت قبل قليل يومية العربي الجديد يعني في عبر مختلف الصحيفة سواء الجماهيرية أو الإلكترونية وصفت الحدث يعني بالملتقى الذي رحب بالجميع. نعم، طيب دكتور بن عزة، ما دلالات الاهتمام بهذا الحفل من قبل هذه الصحف التي ذكرناها أو غددناها منذ قليل؟ هي عندها عدة دلالات. نعم. أولا يعني أهمية الحدث يعني نعرف أن الحدث المتوسطي يعني في 19 طبعا كان دائما عنده أهمية كبيرة يعني لأنه تشارك فيه 19 دولة يعني أغلبها دول رائدة في المجال الرياضي، دول يعني لو نشاهدوا مثلا تصنيف الألعاب الأولمبية يعني راح تلقى حوالي 9 إلى 10 دول تصنف دائما في 20 المرتبة الأولى. نعم. إذا يعني أهمية الحدث، أهمية الدول كذلك اللي تشارك في هذا الحدث الرياضي، وكذلك يعني ربما أقول يعني بقصير ربما لم يكونوا ينتظروا هذا
التنظيم وهذا الترحاب وهذا يعني الأداء الراقي من طرف يعني الجزائر شعبا وحكومة يعني وخاصة يعني اللجنة التنظيمية لهذا الحدث. نعم. فكان يعني كان صراحة انبهار من مختلف المؤسسات الإعلامية سواء يعني قلنا إقليميا على المستوى العربي والإفريقي أو كذلك أوروبيا، يعني حتى الإعلام الدولي مثلا أخت نسيبة يعني طارق بإسهاب لهذا الحفل الافتتاحي وأكد أنه هذا المشاركة يعني وهذا الحادث راح يكون صراحة يعني تاريخي. نظهروا بالأجواء، لاحظنا مثلا يعني معظم الصفحات الرسمية للوفود التي شاركت أثنت عن هذا الحدث، يعني معظم الصفحات الرسمية للوفود. كذلك تقارير إعلامية مميزة جدا من عدة مؤسسات وقنوات، يعني مثلا مثلا قناة آرتي صبيحة اليوم أو روسيا اليوم عبر مختلف وسائل الصحة. كذلك يعني وكالة أناضول التركية يعني أشارت إلى رواة الجمهور الجزائري، يعني شبهته بالجمهور العالمي. وكذلك لازم نوهو هذا المقطع، يعني كان كذلك تركيز على قيمة الشخصيات يعني والمشاهير يعني اللي شهروا أو اللي حضروا حدث. نعم. أهمهم يعني أمير دولة قطر ونائب رئيس التركي أيضا كان حاضرا. بالضبط، يعني استغرقت هذا الشيء كذلك وكالة أناضول وكذلك صحيفة إيفار أونلاين إيطالية. جازا دي لفور، يعني حتى لو موند. جميل جدا. وكالة إيفي الإسبانية، يعني وكالة معروفة يعني تسمى بالرياضة، يعني وصفت أنه يعني فني وراقي، يعني كان في شخصية إعلامية معالجة يعني جميل جدا. شكرا لكم الدكتور إبراهيم الخليل بن غزة، أستاذ جمعي باحث في قضايا الأعلام، شكرا على المداخلة. شكرا لك. شكرا. طيب أستاذ بن رقية، كيف تبعتم أنتم أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر هذا الحفل، خاصة وأنه رئيس الجمهورية قد وجه دعوة لأبناء الجالية من أجل حضور حفل الافتتاح وأيضا حضور أيام الألغاب المتوسطية؟ والله بكل فخر واعتزاز سيدتي الكريمة، أكيد أنه لم نكن حاضرين جسدا ولكن كنا حاضرين بقلوبنا في هذه التظاهرة المتميزة. أكيد أن الجزائر وضعت إمكانيات مادية وتقنية وبشرية هائلة، وهران الباهية لم تبخل الوطن ولم وقبلت التحدي وصنعت النجاح وصنعت التميز في هذه التظاهرة التي دخلت التاريخ. أنا لا أعطي فقط النجاح ببعده الرياضي فقط، وإنما أحدث هذا النجاح ببعد استراتيجي. الجزائر أثبتت لدول الحوض الأبيض المتوسط وكذلك لدول العالم أن الجزائر السنوات الماضية وجزائر التسعينات لم تبقى كذلك. جزائر 2020 هي جزائر أخرى، ومن كان ينظر إلى أنها دولة من المثالق على يأتيه قدرته، من كان يتعامل مع دولة ضعيفة أيضا أن يراجع موقفه ونقاطه. إذا الجزائر نجحت بامتياز، تحيا الجزائر وشكرا أقول لكل القائمين على هذه التظاهرة. أكيد تم نجاح كل مقاييس التنظيم، الحضور المتميز لأبناء وهران وأبناء الوطن في هذه التظاهرة، كذلك التنظيم يعني على كل كبيرة وصغيرة، شهادة الإعلام الغربي والأوروبي لنجاح هذه التظاهرة هو شهادة حق. أما بعض المنابر المحسوبة على الدول التي لا تحب الخير للوطن فهي مردودة شهادتها ومردود عليها، ولا نأخذها ولا نعيلها أي اهتمام. كان حضورا متميزا حيث تم استعمال تكنولوجيا عالية جدا، أكثر من 700 ربما درون، طائرات الغير مسيرة بدون طيار، يعني تصنع لوحات فنية، تصنع لوحات في سماء الجزائر بدون صفر خطأ، يعني صفر خطأ. هذا أيضا يدخل وبإطارات شبابية وبإمكانيات جزائرية محضة، لم نستورد التكنولوجيا من الخارج، وإنما بإمكانيتنا الخاصة بعزيمتنا وبأيد جزائرية. نعم
نعم، وهذا هو وهذه الرسالة التي نجحت الجزائر من 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 الجهة الغربية للوطن، من عروس الجزائر من وهران، نجحت في إيصالها للحبيب، للدول الصديقة، وأيضا نعم. للدول التي عادتنا بالضبط نعم. في أدائها لنا. نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ سعيد بن رقية رئيس الاتحاد الغام للجالية الجزائرية. شكرا جزيلا على المداخلة والمشاركة معنا في